اليوم في مسابقة ثقافية على مستوى العنقود في محافظة طول كرم، عدد المدارس المشاركة 7 مدارس للعنقود ذكورا وإناثا، وهي افتتاح الثانوية ذكورا وإناثا، فرعون ذكورا وإناثا، شوفي ذكورا وإناثا، زائد الأوقاف. الهدف من هذه المسابقة هي تبادل الخبرات بين المدارس من أجل تفعيل خطة النشاطات على مستوى العنقود. هنا هذه المدارس التي شاركت لهذا اليوم ستكون هناك خبرة تبادلية ما بين الفرق المشاركة بهدف تجسيد خطة النشاطات الموجودة على مستوى العنقود. الهدف الرئيسي والعام من هذه الأنشطة التي تمارس على مستوى المدارس وعلى مستوى العناقيد هي تحقيق المنهاج الفلسطيني، المنهاج الذي يقوم من شقين، الكتاب المدرسي والأنشطة. عندما ينفذ الكتاب داخل الحجرة الصفية والأنشطة بهذا الشكل يتحقق المنهاج الفلسطيني، والذي تعمل على صقل شخصية الطالب الفلسطيني بحيث يتعامل مع الحياة بمفاهيمها ومهاراتها. أنا منسق النوعية في عنقود رقم 10، وهو يضم مدارس فرعون، مدارس شوفي وارتاح والأوقاف. طبعا نحن هذا ضمن خطة منسق النوعية لهذه المدارس. في هذا النشاط هو عبارة عن مسابقة تربوية علمية بين طلاب من فئات متنوعة من هذه المدارس، ويهدف طبعا إلى صقل شخصيات هذول الطلاب وكذلك الاتصال والتواصل ما بين هذه المدارس، بالإضافة إلى اللي هو تكوين اتجاهات إيجابية والمهارات الاجتماعية بين هذول الطلاب فيما بينهم، وكذلك رفع معارفهم ومستوى تحصيلهم. وهذا طبعا ضمن خطة المنسق النوعية، وهناك أنشطة أخرى يعني كانت سابقا وستتم في وقت لاحق إن شاء الله. هنا نحن المدارس العنقودية في مسابقة ثقافية من أجل أن يتم التعارف بين هذه المدارس العنقودية وكنوع من النشاط الثقافي. هذه المسابقة ليس المهم من الفائز، لكن المهم طبعا كتشجيع للطلاب والطالبات من أجل التواصل ومن أجل أيضا تنمية مهاراتهم الثقافية ومعرفتهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم في هذا اللقاء.